بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لكابتن نادي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اتفضل. حكام ماتش النهارده مين دول يا كابتن؟ سؤال مهم جدا جدا. خلينا كابتن نادي من الاول نقول يا رب بالتوفيق للنادي الاهلي النهارده. ان شاء الله مباراه صعبه، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي النهارده قادر النهارده يعمل نتيجه كويسه. صحيح، بنتمنى له التوفيق. وهنتكلم قبل ما نتكلم عن التحكيم يا كابتن، هنتكلم على المباراه كابتن نايم. ماشي. وتعودنا في الاستوديو مع حضرتك احنا بندي درجه للمباراه من ناحيه الصعوبه. كويس. زي المباراه، هل هي درجه الصعوبه عاليه، متوسطه او سهله؟ تفرق كتير قوي. بقول ان دي مباراه درجه الصعوبه عاليه جدا جدا جدا. صحيح. بحاول ليه؟ قبل ما اروح للحكم اللي هو كان المفترض يتحط حكم على درجه صعوبه المباراه. نتكلم فيه جمهور، عوام الجمهور موجوده. نتكلم فيه اجواء المباراه، الارض. نتكلم ان برضك نادي القرن ونادي عنده بطولات، واي فريق منافس بيحاول ان هو دايما بيثبت نفسه قدام النادي الاهلي، فالمباراه هتبقى صعبه بكل المقاييس على حكم المباراه. نيجي للتعيينه دي يا كابتن ايمن، واحنا بنتكلم على التعيينه بتاعه المباراه. كويس. بامانه هو حط لويس من بنين ومعاه ماريا ريفيت موريشيس وعادوا زراك من المغرب على تقنيه الفار. طيب حضرتك النهارده بتتكلم في ثلاث حكام، احترام لكل الحكام، فيش ولا واحد يملك الخبره يا كابتن ايمن. هذه المباراه محتاجه حكم لديه الخبره الكبيره. ليه؟ لو انا مش عندي الخبره والشخصيه التحكيميه، انت بتتكلم النهارده في عوام الجمهور. اي حكم يا كابتن ايمن عنده شخصيه مش قويه يتاثر بالجمهور، يتاثر بعمل الارض، وبالتالي هذه التاثيرات تؤثر على قراراته في الملعب. صحيح. لو نفتكر مع بعض انا وحضرتك، ماريا دي اللي كانت قاعده على الفار في ماتش اتحاد العاصمه الجزائري. بالظبط كده. وكان لينا حاله من الحالات المهمه جدا ركله جزاء، هي حتى ما جابش الحكم فيها. مظبوط. طيب انا النهارده بقول بس احنا مفيش مشكله، الاتحاد الافريقي يشتغل وبيعين، ما عندناش مشكله، وبالتوفيق النهارده طاقم التحكيم يمكن ربنا يسهل ويعمل مباراه كويسه. ولكن انا النهارده كابتن ايمن انا بعين او بحط الحكام على درجه صعوبه المباراه. صحيح. يعني مش كل مباراه ليها درجه. انا عندي حكام، في حكام عندهم خبرات شخصيه. هذه المباراه انا بقول اقوى مباراه في الدوري، خاصه ان هي بتلعب خارج الملعب، دي اقوى مباراه في الدور نصف نهائي. فالنهارده هتطلع حكم من بنين، مع احترامي للحكم طبعا، وحاطط على الفار ماريا. طب مين هيساعد مين يا كابتن ايمن؟ للاسف. مزبوط. مين هيساعد مين؟ خاصه ان الحكم ما عندوش خبرات كابتن، ما عندوش اي تاريخ ان هو ادار هذه المباراه قبل كده. طيب اتكلم في ايه؟ بنفس الصعوبه. بالظبط كده، مباراه صعبه جدا جدا. ولكن انا بقول النهارده كابتن ايمن اتمنى طبعا التوفيق، واتمنى لماريا النهارده. ماريا انت كان عندك خطا فادح في ماتش اتحاد العاصمه، اتمنى النهارده الفار يكون مركز خاصه في الاخطاء داخل منطقه الجزاء. طب هقول لك على مفاجاه ثانيه. هو حط في المباراه العوده حكم هايل جدا، عيسى سي من السنغال. ايوه. طب انا من رايي، تسالني لا، يعني انا من رايي هات عيسى سي كان ماتش الذهاب اولى، لان دي هذه المباراه الاصعب. وهات لويس في المباراه الثانيه. أيوة. زي ما قلت لحضرتك حتى التعيينه لا فيها مشاكل. ايه المطلوب يا كابتن ايمن؟ انا بقول ثلاث حاجات اولا بطلبهم الحكم، وثلاث حاجات بطلبهم او ثلاث عناصر من اللاعبين. مهم جدا جدا جدا. طيب نروح للحكم. نمره واحد، لا تتاثر بيه الجمهور، دي نمره واحد. وفر بيئه امنه للفريقين، مش هقول للنادي الاهلي كابتن. صحيح. انا بتكلم بامانه، وفر بيئه امنه، خلي اللاعبين يشعروا بالامان معاك كحكم كابتن. انا لو النهارده كلاعب وايمن شوقي بيلعب النهارده مع ناصر عباس الحكم، لو انت ما شعرتش بالامان معايا وخفت مش هتلعب. مظبوط. يبقى انا نمره واحد، لا اتاثر بالجمهور، اوفر بيئه امنه خاصه للاعبي الاهلي، لان هم بيلعبوا في اجواء مش اجواهم. ايوه. الحاجه الثالثه، القرارات الفنيه كابتن المؤثره. لابد انك انت كمان مع الفار يكون الفهم الجيد للقانون. مزبوط. واحد، ما يبقاش البنت قاعده ممكن تجيبك انت ترجع تعكس. مزبوط. وحصل كتير خاصة في المباراة اللي قبل كده في افريقيا. طيب النادي الاهلي واللاعبين. احنا قلنا في تعامل مع الحكم على ملعبك كابتن ايمن وخارج ملعبك، اما كنت بتلعب في وسط جمهورك واجواءك وحاجتك ومفيش مشكلة خالص. خارج ملعبك خلي بالك، راعي نقطة مهمة قوي قوي. انا بتكلم في حماس لاعبي صن داونز في أول ربع ساعة. في خضة الحكم في البداية. كمان. لا، في البدايات. والحكم كمان في أول ربع ساعة هتلاقيه مخضوض. كابتن لو الحكم مش تقيل قوي قوي وشخصيته كويسه يتاثر. وانا بقول النهارده لعيب الاهلي النهارده في ربع ساعه، لابد يا كابتن ايمن النهارده بنتكلم طاقم التحكيم لويس
من بنين ده حكم ساحه، واريك ده من بلده، من بلده الحكم ساحه رقم اول، وهنا لوبيز من انجولا الثاني. وهنا اقول لك على مفاجاه ثانيه، ده كويس الاعداد جاب لنا الاسماء دي. احمد امتياز ده من موريشيوس، موريشيوس الحكم الرابع. أي. لا ده احمد امتياز خبراته ومبارياته اكتر من لويس، يعني الحكم الرابع النهارده احمد امتياز. لكن انا راقبته في اكتر مباراه، وكان اخرها كان بطوله الامم الافريقيه اللي كانت موجوده عندنا في مصر. امتياز عن لويس، امتياز عن لويس. امتياز عنده، امتياز عن لويس بكل حاجه. امتياز لعب مباراه فوق بطوله الامم الافريقيه، لعب مباراه كبيره يا كابتن ايمن. من رايي انا يعني انا اتمنى طبعا النهارده لويس يقدم مباراه كويسه. نيجي لماريا ريبيت اللي هي حكمت الفيديو، طب ما تحط عادل زوراك حكم فيديو وخلي ماريا تحت. التعيين يا كابتن انا بقول يعني اتمنى طبعا ان هم يأدوا مباراه كويسه، ولكن زي ما قلت النادي الاهلي النهارده مطلوب منه حاجات كتيره جدا. انك انت هتلاقي حاجات بقول يمكن ما تسعدكش، سواء من الجمهور او من الارض او من التحكيم. انت نقادر النادي النهارده النادي الاهلي مروا بهذه الظروف كتير ولعبوا، عندهم القدره وعندهم شخصيه النهارده. انا احب الكلام يخلوا صح. لا بجد ايوه صح، انا احب الكلام الايجابي. مروا بهذه الظروف طبعا، هتقابلها النهارده مظبوط، مش جديد عليك صح، خد بالك، ولا تتاثر بالجمهور ولا الكلام ده خالص. النادي الاهلي النهارده بجد لعيبه عندهم خبرات، لعيبه اقوياء، لعيبه عندهم شخصيه، لعيبه الاهلي شخصيه كبيره صح. جدا نتمنى لهم طبعا التوفيق النهارده يا كابتن ايمن، يا رب يا رب، ونعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ربنا شكرا جزيلا كابتن ناصر. يعني بص، يمكن قلت في الاخر اللي انا عايز اقوله واللي انا قلته في الانترو برضه. بتقوله تاني يا كابتن؟ اقوله تاني برضه. نقوله تاني. ان انا النادي الاهلي طبعا، انا الكبير بالزبط. انا بالارقام البطل، بطل ابطال افريقيا، الارقام بتقول كده. مفيش حاجه اسمها ان النادي ده يسبب لي عقده. كان زمان لو تفتكر حضرتك، حضرتك برضو يمكن اصغر مني شويه ولكن تفتكر، فاكر كوتوكو في كوماسي؟ ده كان حاجه جامده جدا. الفرقه كانت جامده وصعبه قوي. طب خلينا الاول يا كابتن ناخد التشكيل، يلا، وبعدين نتكلم على النقطه دي. يلا يلا. محمد الشناوي لحراسه المرمى، علي معلول ظهير ايسر، ومحمد هاني ظهير ايمن، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. خط الوسط هيبقى مروان عطيه و اليو ديانج، ورباعي المقدمة بيرسي تاو ومحمد مجدي قفشة ورضا سليم وصلاح محسن. نقول تاني، محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، قلبي الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. قدامهم اتنين اليو ديانج ومروان عطية، ورباعي المقدمة هيبقى محمد مجدي قفشة وبيرسي تاو، رضا سليم وصلاح محسن. يبقى النهاردة كابتن ناصر مستر كولر هيلعب 4-2-3-1، ممكن يدي قفشة بعض المهام الدفاعية بالظبط بالظبط، ولكن هو جريء النهاردة، رايح النهارده عايز يثبت ان انا البطل بالظبط، وان شاء الله باذن الله يكون التفوق للنادي الاهلي. يا رب كابتن ايمن، واتمنى طبعا النادي الاهلي النهارده يادي مباراه كويسه ونعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي ونرجع باذن الله ربنا ننهي المباراه بشكل، والاهلي قادر على كده ان شاء الله. الاهلي قادر طبعا، ده مفيش كلام يا كابتن، باذن الله ربنا كابتن ايمن. مش مجامله، النادي الاهلي من زمان مش الوقت صحيح، نموذج مشرف جدا لاداء محترم للاعبين، خاصة في المباريات الكبيرة والصعبة. نتمنى إن شاء الله النهاردة إن هم يأدوا إن شاء الله ربنا، ونقول مبروك للنادي الأهلي.